واحد يقول اعرف راهب كاهن من دير كذا شلح من رهبنة والتزوج في الكنيسة القبطية، فهل زواجه باطل ام صحيح؟ انا في مرة من المرات كاهن زوج راهب فاوقفته عن الكهنوت لغاية قرب وفاته، فالحاجات دي بتيجي في الخفة من غير ما حد يعرف. هيعيش معذب، لان الكتاب بيقول خير لك انك لا تنذر من ان تنذر ولا تفعل. فان كان النذر العادي في امور ماديه من الخير للواحد انه لا ينذر من انه ينذر ولا يفعل، فكان بالاولى اللي يندر حياته كلها. طبعا دي اصعب.